قضية الحكم بتاع قضية مرتضى منصور وممدوح عباس أو الديون بتاعت ممدوح عباس، سأذكر لكم السيناريو المتوقع لأن ما كانش ينفع أذكره وأنا في انتظار الحكم حتى لا يقال ان انا بستبق الاحداث والاحكام. بس خلي بالك انتم معلمين، اوعى حد يقول لي حد قال لك تفاصيل القضيه قبليه ازعل منك، ولا سحر ولا شعوذه، احنا بس بنسيب الناس تاكل عيش يعني. 21/12 اللي هو امس الاربعاء، المحكمة قالت كلمتها النهائية في آخر قضية خاصة بأحقية الأستاذ ممدوح عباس بمبلغ 45 مليون جنيه، صدر بيهم أحكام نهائية ضد نادي الزمالك. حيث نشر الأستاذ كمال شعيب المحامي عبر صفحتي على الفيسبوك بيان من مكتب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للسيد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق. بفضل الله قضت اليوم بتاريخ 21/12/2022 محكمة مستأنف مستعجل عابدين برفض الاستئناف المقدم من السيد الأستاذ مرتضى منصور بشأن الطعن على الحكم الصادر بصحة الحجز على حساب نادي الزمالك ببنك مصر تنفيذا للأحكام النهائية الصادرة لصالح السيد ممدوح عباس. وقد أثبتت محكمة الاستئناف في حكمها صحة جميع إجراءات الحجز استنادا لعشرات الأحكام النهائية الصادرة لصالح السيد ممدوح عباس، ورفضت جميع الادعاءات الكاذبة بشأن سبق تنفيذ تلك الأحكام أو حصول السيد ممدوح عباس على هذه الأموال. وقد صدر الحكم برئاسة معالي المستشار عبد الحميد أحمد رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عادل لبيب والمستشار سامي عبد الرحمن وأمانة سر نبيل محمود. وقد حضر وترافع في هذا الشأن كل من الأستاذ يحيى سعيد وشريف إبراهيم ومجدي عبد الرحيم وعماد حمدي وخالد فوزي وأحمد عبد العزيز من مكتب الدكتور كمال شعيب، يعني المنتخب القومي كان بيترفع، المنتخب القومي للمحاماة، وصاد المنتخب الأبيض للمحاماة. طيب كده آخر حاجة في المحكمة انتهت في هذه الأحكام. طبعا أنا الوحيد اللي قلت لكم الرقم، الدكتور كمال شعيب ما كاتبش أرقام ولا حد عارف المبلغ المستحق كام، لأن لسه في كمان أحكام جديدة، ولا حد عارف الرقم الحقيقي. الرقم القضايا دي النهائية 45 مليون جنيه، واخد بال حضرتك؟ وكده الأستاذ مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك خسروا هذه القضية، خسروا هذه القضية. ايه اللي هيحصل بقى واللي انا قلت لك اقوله لك الاربع، وده بيؤكد صحة حاجة اقولها لك دلوقتي. كل الناس اللي قالت ان الاهلي بيماطل في فلوس كهرباء عشان يحطها في الحساب بعد القضية دي ما تخلص عشان ياخدها ممدوح عباس، متخلف وكذاب وما بيفهمش حاجة. وأنا آسف إن أنا أقول التلاتة ورا بعض، لأن الأهلي لا ليه دعوة ولا الأهلي طرف ولا الأهلي ليه حكاية ولا ليه رواية. ودليل على كذب الكلام ده، ده شغل كيد نسوان على الفيسبوك مش شغل معلومات، وأنا راجل بحب أتكلم بالمعلومات فماليش في كلام النسوان والكلام ده. والاهلي اكبر من انه يزج اسمه في ده شأن داخلي
زملكاويه مع بعض، واحد سله في النادي وهو رئيس النادي، وجا رئيس نادي ما اعترفش بهذا السلف، والقضيه دي شغاله من قديم الازل. تعالى بقى اللي هيحصل ايه؟ خلال ايام الاستاذ ممدوح عباس هياخد ال 45 مليون، وقبل ما كهربا يحط ابني في البنك. الفلوس على فكره اتوضعت في الحساب، وده انفراد، والحساب فيه 60 او 70 مليون جنيه، والاستاذ ممدوح عباس حاجز على 45 مليون جنيه. واحد يقول لي طب يا فتك ما خدهمش ليه لما الفلوس موجوده؟ عشان الاستاذ مرتضى منصور كان عامل اجراء مع البنك بمقتضاه جمد الحساب، وبمقتضاه ممدوح عباس ما يقدرش يسحب هذه الاموال. واستناء والاستاذ مرتضى منصور كان مستند في اجراءه ان ممدوح عباس ما ياخدش ال 45 مليون على قضيه 21. وبما ان قضيه 21 خسرها نادي الزمالك والاستاذ ممدوح عباس، نادي الزمالك نفسه خلال ساعات سيرسل للبنك خطاب يسمح فيه بان الاستاذ ممدوح عباس ياخد الاموال، وده انفراد. حد بيقول لي، بعت لي رساله بيقول لي لا الدوله هتمنع ممدوح عباس انه ياخد ال 45 مليون وهتقف بقى مع مرتضى منصور بعد ما خسر القضيه. هذا الكلام عاري تماما من الصحه، وما قيل للاستاذ مرتضى منصور حرفيا من المسؤولين في الدوله. الآتي: ليس لنا علاقة بالأحكام القضائية ولا نتدخل في عدم تنفيذها، وأي حكم واجب النفاذ لابد أن ينفذ. عندك فلوس بعد يوم 21 اعترف بالدين وادي الراجل حقه، ما عندكش فلوس احنا ممكن نكلمه يقسط المبلغ. وكان رد الأستاذ مرتضى منصور: لو خسرت القضية عديله الفلوس كاملة. وأنا بقول لك ال 45 مليون جنيه اعتبرهم وصلوا الأستاذ ممدوح عباس خلاص. بخسارة نادي الزمالك قضية 21 انتهى الأمر. والأستاذ ممدوح عباس سيحصل على أمواله خلال الأيام اللي جاية، وأكيد الأستاذ كمان شعيب هيطلع بيان بده. أكيد يعني. أكيد. واحد يقول لك الحساب بتاع ممدوح عباس هو اللي هيتحط فيه فلوس كهربا، وهتروح لممدوح عباس، وما كهربا مع الأهلي أخروا لغاية القضية عشان تروح لممدوح عباس، قول له ده خيال وهمي واتغطى لما تنام، ولا ليه علاقة بالواقع بربع جنيه. اقسم بالله ما بقول لكم معلومه غلط. ومرتضى قال للدوله والمسؤول كبير: ما يلزمنيش تقسيط من ممدوح عباس وعدله الفلوس كامله. ورفض الوساطه للتقسيط، والفلوس في البنك. ولا كهربا لعلاقه، ولا الزمالك مستني جنيه من كهربا لا يمين ولا شمال. واي حد يقول لك كلام غير كده ما بيعرفش. هيطلع الاستاذ مرتضى يقول لك مش دافع، يطلع يقول لك مش عديله جنيه، انا بقول لك الفلوس هياخدها ممدوح عباس خلال ايام. يطلع يقول لك تلاتة بالله العظيم ما دافع، هقول لك الاستاذ مرتضى هيدفع وبمزاجه مش غصب عنه. وقلت للستار على هذا المبلغ جامنين، ده بقى انفرادي اللي جاي، ولكن كله استثمارات عملها مرتضى منصور في الزمالك، وداخل له اليومين اللي فاتوا مبلغ رهيب، ولسه داخل له مبلغ رهيب، وعقد الرعاية زاد بتاع الزمالك، وقصة كبيرة.
بس هو الأستاذ ممدوح عباس الراجل أحكمه النهائية، خط طمأنينة من الدولة لا يستطيع أحد يقفها، والأستاذ مرتضى خط طمأنينة من الدولة إنه عايز تقصب نساعدك مع الأستاذ ممدوح، لكن بعد قضية 21 تعترف بالدين وتسدده، والراجل قال لك مش عايز أقصر عطف حنكش، وأنا بقول لك سبق، وعشان كده قلت لك مش هقول الكلام ده غير ليلة القضية. أنا بتاع الكلام الجديد، مش الناس اللي بتهرف كلام قلنا من 5 6 سنين. وأتحدى الأيام اللي جاية أي حد. الجزئية اللي أنا عايز أتكلم فيها إن الفيفا أو المحكمة الرياضية بعتت الحساب لكهربا بتاع بنك مصر المحجوز عليها، ده ملهوش دعوة باللي أنا بقوله. أيوه، اللي المحكمة الرياضية أين الكهربا حط في الحساب ده اللي هو المحجوز عليها، بس الناس فاهمة إن الحساب ده فاضي. لا، الحساب ده فيه 60 70 80 مليون، مش عايز أقول الرقم بالظبط لأن أنا عارفه عشان ما يبقاش كشف في سرية حسابات. الحساب ده في اللي يغطي فلوس الأستاذ ممدوح عباس. طب هو في حد كان يعرف إن ممدوح عباس دي 45؟ ما هو الأستاذ ممدوح عباس دي 90 مليون. الدفعة دي 45 ولا 80 مليون ولا 70 مليون على كلام كمال شعيب. الدفعة دي كام؟ 45 مليون، خلاص لازم تدفع. الحساب مغطي ال 45 مليون. ما أنا ما قلتش إن مش حساب كهربا يا هيثم يا إسماعيل. المحكمة الرياضية بعت نفس الحساب لكهربا، ولكن اللي بيقولوه بتوع الفيسبوك والهبيدة إن الحساب فاضي، وإن الأهلي استنى القضية عشان يخلي كهربا يدفع في الحساب فالفلوس تروح لممدوح أوتوماتيك. لا، هي مش تكية أم ترتر، ده مرتضى منصور أوقف إجراء حصول ممدوح عباس على الأموال. طيب أسألك سؤال، هو ليه الأستاذ ممدوح عباس بدل هيسحب أوتوماتيك ومرتضى موقف لهوش الدنيا ما خدهمش؟ بعد 21 اللي هو الأربع اللي هو امبارح اللي هو القضية، ما عادش في أي إجراءات قضائية تاني للأستاذ مرتضى ونادي الزمالك، وبناء عليه هيرفع ايده وهيسمح للبنك بصرف الفلوس. فهمتوني ولا هتعملوا زي خالد الغندور؟ لكن يجي واحد يقول لك ايه، ده كهربا مستني يحط الفلوس عشان ياخدها ممدوح عباس. هو احنا في سوق العتبه؟ اقول لك انفراد على السريع بس، انتوا كده فهمتوني طبعا. الله يلعن، ارد عليك، ده انفراد خاص بيا. ال 45 مليون جنيه التي سيحصل عليها الاستاذ ممدوح عباس سيتبرع بها جميعا لوجه الله، ده انفراد، وغالبا سيتم توجيهها لمؤسسة الجود الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ ممدوح عباس. وهذه المؤسسة، مؤسسة الجود الخيرية، تقوم بأعمال خير في كل أنحاء مصر من أول أسوان وحلايب وشلاتين وحتى اسكندرية ومطروح، وأن كل مليم بياخده ممدوح عباس من مستحقات ولاد الزمالك بيوجه للأعمال الخيرية، سواء من خلال مؤسسة الجود أو من خلال مستشفى الناس.
ولا يقبل مليما واحدا على أهله أو أسرته أو شركاته أو استثماراته من هذه الفلوس. دي بس معلومة وانفراد، وأنا عارف بقوليها. فربنا يجازي كل إنسان خير، بيعمل خير يجازي خير، وربنا يكرم الجميع.